مساء الخير يا بنات. النهاردة هنكمل الجزء اللي نهينا بيه المحاضرة اللي فاتت، اللي هو كان تأثير درجة الحرارة على rate of reaction. وزي ما قلنا قبل كده ان كل المعادلات اللي اخدناها قبل كده كان كلها مفيهاش ابدا اي رمز بيظهر في المعادلة بيقول لي انه في تأثير درجة الحرارة. فالمعادلة اللي كاتباها قدامك على سبيل المثال، مثلا لو first order كل الرموز اللي موجودة فيها عبارة عن concentration هي الـ A او الـ A ناقص X، وحتى الـ T اللي موجودة تمثل الـ time. فاذا ما كانش فيه اي حاجه في كل اللي احنا درسناه اي رمز يقول ان في تاثير لدرجه الحراره على الريت اوف رياكشن، تمام. ومع ذلك كان في مثال لتجربه اللي كانوا معايا في المعمل، واكيد في كل المعامل خدوها، اللي هي الهيدروليسيس اوف استر، التحلل المائي للاستر. لو تفتكروا في التجربه دي احنا كنا طلبنا منكم لازم يتوفر معاكم تلج، لدرجه ان في المعمل اللي كان معايا لما جابوش تلج اجلنا التجربه، اتوقع كانها الاسبوع اللي بعدها تقريبا لغايه لما نجيب تلج. واكيد في الشرح قال لكم انه ليه بحط تلج، اكيد قال لكم الجمله بتاعت ايه، تو ستوب ذا رياكشن، عشان اوقف التفاعل. يعني ايه عشان اوقف التفاعل؟ معناها انه هذا التفاعل حساس جدا لدرجه الحراره، اي تغيير بسيط في درجه الحراره يؤدي الى سرعه كبيره جدا في عمليه التحلل المائي للاستر، يعني الرياكشن بتاعه بيتم بسرعه ويديه النواتج. فكنا في الشغل بتاعنا في المرحله اللي فاتت كنا انا مش عايز ادرس تاثير الحراره، انا كان كل اللي يهمني ادرس بس تاثير التغير في التركيز على ريت اوف ريأكشن. فكنت بالتالي لازم اوقف العمل التاني، لازم اوقف تاثير درجه الحراره، فكنت لازم وانا بشتغل احط تلج في التجربه. لما جم يعملوا التجربه دي عملي عشان يشوفوا يدرسوا الديبندنس اوف كي، اعتماد قيمه الكي اون تمبريتشر for the hydrolysis of an organic ester. خدوا مثال تجربة، تمام، التجربة دي اللي هي hydrolysis of ester، وقالوا هي دي التجربة اللي هناخدها مثال عشان ندرس تأثير تغير في درجة الحرارة على rate of reaction. ايه اللي نلاحظه من الجدول اللي ظهر قدامنا ده؟ مكتوب experiment 1 2 3 4، يعني معناه كده ان هم عملوا التجربة عند اربع، يعني اعدوها اربع مرات، وكل مرة عند درجة حرارة مختلفة، بالظبط زي ما احنا كنا في المعمل بنعيد التجربه، بس كان ايه يقول لك مثلا بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقه، بعد 30 دقيقه. انا هنا هعيد تجربه اربع مرات، وكل مره انا مثبته ايه بقى، نركز كده، نبص على الاستر ونبص على الميه اللي هم الرياكتنت بالنسبه لي، انا مثبته التركيز بتاعهم. الاستر في كل تجارب 1 من 10، الميه 2 من 10، مثبتاهم. لكن اللي بغيره العامل الوحيد اللي انا بغيره هو التمبريتشر، طبعا بالكلفن، كنت واخدها 288 298 308 318، يعني كل مره بزود 10 درجات مئويه. اشمعنى 10؟ عشان نفتكر في المحاضره الاخيره ما قلت لكم ان متوصلوا الى نتيجه انه كلما زادت درجه الحراره بمقدار 10 درجات مئويه كلما زاد قيمه الريت كونستنت الى الضعف، او احيانا الى التريبل، يعني يبقى دبلد او تريبل، يبقى الضعف او التلات امثال. فلو نبص على الجدول ونبص على قيمة الكي او الريت اوف ريأكشن هنلاقي فعلا انه تقريبا القيمة بتاعته بتضاعف. يعني شوف الكي كان هنا ايه، 5 من 100 اصبح 1 من 10، اصبح 18، يعني كأنه 2 من 100 اصبح 33 من 100، وهكذا. الريت اوف ريأكشن 1 في 400 × 10³ بعد كده لما زودت كمان 10 درجات بقى 2 تقريبا، طب زودت كمان 10 درجات بقى 3 وقرب على 4، زودت كمان 10 اصبح 6 و64 من 100. كل مره الريت بيزيد بزياده كبيره جدا لمجرد ان زودت درجه الحراره بمقدار 10 درجات فقط. بده تجربه عمليه بتوضح تاثير درجه الحراره على قيمه السبيسيفيك ريت كونستانت كي، او بالتالي على تاثيرها على الريت اوف ريأكشن. تعالوا نشوف ارهينياس ايكويشن. احنا قلنا انه عشان ادرس تاثير درجه الحراره على ريت اوف رياكشن كان في علماء كتيره وكان في نظريات كتيره فعلا، لكن كان اهمهم واول نظريه اتحطت كانت ارهينياس ثيوري، نظريه ارهينياس او ارهينياس ايكويشن. العالم ارهينياس لما لاحظ انه في تاثير درجه الحراره على التفاعلات الكيميائيه وسرعتها، فبدا يحط عايز يستنتج معادله كيميائيه تبقى مختلفة تماما عن المعادلات اللي شفناها قبل كده، تبقى معادلة بس ظاهر فيها درجة الحرارة والكي temperature والكي اللي هو specific rate constant. مش عايز اي رمز
للتركيز خالص ده في المعادله. فالمعادله بتاعته اللي مكتوبه عندك باللون الاصفر فوق ده اللي هي كي ايكوال اي اي ماينس اي اي اللي هي انرجي اوفر ار تي. المعادله دي اسمها ارهينيس ايكويشن. ارهينيس حط المعادله دي اعتمادا على عالم اسمه فانت هوف، وهو كان حط معادلات بيدرس بيها تاثير درجه الحراره على التفاعلات في حاله الغاز. فارهينيس قال اكيد الغاز مش هيبقى بعيد قوي المولكيولز بتاعته عن الليكويد، تمام، لانه الغاز الجزيئات بتاعته في حاله حركه عشوائيه مستمره، وكذلك برضو الليكويد صحيح الحركه بتاعته مش بنفس السرعه والقوه بتاعه الغاز، لكن ما زالت في حركه في حاله حركه، وبالتالي ممكن يحصل كوليجن ما بينهم زي ما حصل في الغاز مولكيولز حسب كلام فانت هوف. المهم ان الاستنتاج بتاع المعادله بتاعته انا مش هطلبه منك، انا ما تهمنيش الاستنتاج، انا يهمني ان دي هي المعادله الاخيره بتاعه ارهينيس، هي دي اللي تهمني جابها ازاي. الكلام اللي انا قلته لك ده معلومات ليكي يعني. طيب زي ما احنا متعودين لما بقول معادله ببتدي اعرف كل رمز فيها اسمه ايه وبتاع ايه، يعني هقول ان كي ده عباره عن السبيسيفيك او الكاينيتيك ريت كونستانت، تمام، ايه او خلينا نقول اي زي ما مكتوبه قدامك، اي دي انرجي اكتيفيشن او الاكتيفيشن انرجي، ودي حاجه جديده ما قلناهاش قبل كده خالص، ما جبناش سيرت اصلا ان في عندنا انرجي اصلا في التفاعل، كان كله تركيز وكله تايم بس، فدي حاجه جديده علينا خالص هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. ار ده يونيفرسال جاس كونستانت، بس يونيفرسال ده القيمه بتاعته زي ما احنا نقول او كنتوا عارفين من سنه اولى انه له قيم مختلفه على حسب اليونت بتاعته. فانا طالما بتكلم عن انرجي فالانرجي بالجول او بالكيلو جول، فانا برضو هستخدم قيمه الار المناسبه للشغل بتاعنا، هتبقى قيمته 8.314 كيلو جول برمول. تي طبعا دي التمبريتشر بالكلفن، يعني كل الشغل بتاعنا في الجزئيه دي تبقى بالكلفن. ايه دي هنتكلم عنها في الاخر خالص، دي حاجه اسمها كوليجن فريكوانسي فاكتور، او ساعات بيدوها اسم اورينتيشن فاكتور زي ما برضو لسه هنشوف في اخر المحاضره. يبقى الكوليجن فريكوانسي فاكتور يبقى ده العامل ده الفاكتور ده خاص بالكوليجن التصادمات، او زي ما هيقول عليه ارهينيس في الاخر هديله اسم تاني اسمه الاورينتيشن التوجيه بقى بتاع الكوليجن كان شكله ايه. طيب لو انا خدت لين للطرفين للمعادله بتاعت ارهينيس اللي هي مكتوبه باللون الاصفر ده، هتبقى المعادله شكلها ايه؟ هتبقى لين كي ايكوال لين اي ماينس اي اوفر ار مضروبه في واحد على التي. انا هي ليه بعمل كده؟ انا عايز اشوف التمثيل البياني اللي هو الجرافيكال ريبريزنتيشن فور ارهينيس ايكويشن يبقى شكله عامل ازاي؟ متوقعين شكله عامل ازاي؟ طب اتوقع ان هرسم مين على المحور السيني من شكل المعادله زي ما احنا متدربين ومتعودين مع بعض. دايما لما كنت بحول المعادله الى معادله خطيه كنت بخلي الواي اكسس في طرف لوحده اللي هو لين كي هنا عندي، وكنت بختار اللي هحطه على الاكس اكسس هي الحاجه اللي بتحكم فيها. يا ترى مين هتحكم فيه هنا في المعادله؟ في العادي في قبل كده كنت بتحكم في التايم فكنت بحطه على الاكس اكسس، انا برضو اللي هتحكم فيه هنا التمبريتشر، بس انا هرسم علاقه بين واحد على تي، هرسمها زي ما هي كده عشان ما لخبطش، هرسم علاقه بين 1 اوفر تي على الاكس اكسس. شوف دلوقتي اهي ادي الرسمه، يبقى ده يمثل الجرافيكال ريبريزنتيشن او الجرافيكال فورم لارهينيس ايكويشن. رسمنا علاقه زي ما احنا قلنا بين لينكي على الواي اكسس وواحد على تي على الاكس اكسس. زي ما احنا متعودين اللي برسمه على الاكس اكسس لما بيكون حاجه مضروبه فيه بتبقى دي هي السلوب بتاعي. يبقى انا المعادله حاطاها لك اهي بين المستطيل الازرق ده، يبقى مين السلوب بتاعي؟ هيبقى السلوب اللي هو ماينس اي على ار، ماينس اي على ار، ومين لين اي ده الانترسبت، وانا موضحه لك كل حاجه على الرسمه. يبقى انا لما اديكي مثلا هنا جدول واقول لك انت عندك ادي الداتا بتاعتك ادي البيانات اللي عندك علاقه ما بين الجدول هيبقى فيه تمبريتشر وهيبقى فيه قيم مختلفة للكي، واقول لك اللي مطلوب منك انا عايزة فقط energy of activation value، عايزة قيمة الانرجي of activation. يبقى اللي هيجي على بالي
هرسم علاقة بيانية بين اللينكي وبين التم الوان على التي على المحور السيني، المفروض ان يطلع لي خط مستقيم بالشكل ده لا يمر بنقطة الاصل عشان عندي انترسبت، والسلوب بتاعه هيساوي ماينس اي على الار، قيمة الار اللي هي 8314 من 1000، يبقى قدرت اجيب مباشرة قيمة الانرجي اوف اكتيفيشن. يعني ايه اصلا ده انرجي اوف اكتيفيشن اللي هو قالها العالم ارهينيس، ودي كانت اول مرة نسمعها في الشغل بتاع الكينيتيك. ارهينيس قال ان الانرجي اوف اكتيفيشن اللي هي the minimum energy that the molecules must possess in order for the action to occur، الحد الادنى من الطاقة اللي لابد ان المولكيولز تمتلكه عشان التفاعل يتم. طبعا بيقصد هنا المولكيولز بتاعت مين؟ المولكيولز بتاعت الرياكتنت. يبقى ده التعريف اللي حطه العالم ارهينيس للرمز اللي هو انرجي اوف اكتيفيشن اللي هو رمزه اي، ده التعريف اللي حطه ليه. هو في دلوقتي هناخد تعريف تاني والاتنين صح، اي واحد فيهم يعتبر توضيح يعني الانرجي اوف اكتيفيشن. من خلال معادلة ارهينيس لاحظ انه higher temperature يعني كل ما كان درجة حرارة اعلى قيمة الكي من المعادلة بتاعته بتبقى اكبر، وبالتالي rate of reaction بيبقى اسرع. طيب عشان ارهينيس يوضح لنا اكتر يعني ايه energy of activation، فهو عمل تمثيل بياني بين الـ progress of reaction اللي هو على المحور السيني وبين الـ energy او potential energy على المحور السطحي. progress of reaction معناه ايه؟ معناه تقدم التفاعل. يعني انا عندي reactant دي البداية بتاعتي، بتبدأ reactant دي ماشية في طريق لغاية لما توصل نهاية الطريق بتاعي هو تكوين الـ product، ده اسمه progress of reaction او تقدم التفاعل. طيب ايه اللي ملاحظينه تاني؟ ملاحظين كلمة reactant وكلمة product، نبص كده ونقارن الانرجي بتاعتهم هنلاحظ مين الانرجي بتاعته اكبر. هنلاقي بص ان الرياكتنت الخط بتاعها فوق، معنى كده ان قيمة الانرجي بتاعتها اكبر من البرودكت. ده معنى ايه؟ ان كل، ودي حاجة في اي رياكشن، لما تكون البرودكت الطاقة بتاعتها اقل من الرياكتنت ده معناه ان هي مور ستيبل، معناه كده الرياكشن ده في الطريق واحد هو الطريق بتاع تكوين البرودكت، دي ستيبل هتفضل زي ما هي مش هترجع تتكسر تاني وتديني رياكتنت. لما جاب يشوف يتبع البروجريس اوف رياكشن ارهينيس عشان يشوف المتفاعلات الطاقه بتاعتها بتحولها لفين لما توصل للبرودكت، هل لقى من اول الرياكتنت لغايه البرودكت هو خط مستقيم او حتى منحنى بيقل تدريجي؟ لا، امال لقى الكيرف عامل ازاي؟ لقى الكيرف بتاع الرياكتنت الانرجي بتاعتها بتزيد، بتطلع او بتطلع منحنى كده لاعلى لغايه لما توصل للقمه، القمة دي مكتوب عندها كلمة transition state وهنعرف يعني ايه مقصود بها ايه دلوقتي، بس مجرد ما اوصل للقمة دي على طول مباشرة اتحول الى نواتج. يعني ايه بقى transition state؟ ارهينيس قال transition state دي معناها يعني حالة انتقالية، هي حالة وسطية between reactant والproduct. معناها ايه؟ معناها انه ده مش ناتج هحصل عليه، transition state دي مش مركب هقدر افصله، لا ده حالة وسطية، حالة غير مستقرة وبتختفي بمجرد ما تتكون بسرعة كبيرة جدا عشان تديني النواتج، والطاقة بتاعتها اكبر بكتير جدا من طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج. يبقى دي كلها البروبرتيز بتاعت الترانزيشن ستيت حسب الكلام اللي قاله ارهينيس. يبقى الترانزيشن ستيت ليه بروبرتيز؟ ليه خواص؟ ان هو انستيبل، ان هو ديكومبوزد تو فورم البرودكتس، its energy is more higher than the energy of reactant and energy of product. من الرسمة هنا قدر ارهينيس يجيب تعريف تاني يوضح اكتر يعني ايه energy of activation. ايه هو التعريف ده؟ قال هي difference between the energy of transition state and the energy of reactant، الفرق في الطاقة بين transition state المركب الوسطي ده وبين طاقة الرياكتنت. عشان نفهم الرسمة دي هديكم مثال بسيط وتفهموا قصدي ايه. افترضوا ان انتم الرياكتنت، انتم مجموعه الطلاب الرياكتنت، وانا البرودكت، انا الناتج اللي المفروض توصلوا لي. بقول لكم عشان توصلوا لي انتم مضطرين تطلعوا الجبل ده تعدوه، وبعدين خلاص طالما طلعتي الجبل تقدري تنزلي بمنتهى السهوله، ده من النزول بيبقى اسهل من الطلوع.
هل انتم كلكم الرياكتنت عندكم نفس قيمة الانرجي؟ هل كلكم بنفس النشاط ونفس الصحة بقى والقدرة وكده؟ في منكم مجرد انه يحاول يطلع شوية يقول لي مش قادر، ده اخري خلاص كده مش قادر اطلع ولا خطوة تاني، فيرجع ايه، فيعمل، يبدأ زي ما هو مكانه. في منكم مجموعة هتطلع وتوصل لقمة الجبل، لكن يا دوبك الطاقة بتاعتها على قد القمة بالظبط، طلعت تعبانة لكن طلعت، المهم انها وصلت لقمة وخلاص، طالما وصلت بتقدر تنزل وتلف لي الناحية التانية وتجيلي. في منكم مجموعة بقى تالتة، ده طاقتها ما شاء الله حلو قوي، لدرجة انها طلعت القمة بسرعة وبسهولة جدا ومن غير ما يتبين عليها اي مجهود او تعب، وبالتالي برضو نزلت لي بسرعة جدا وكأنها ما طلعتش قمة ولا طلعت جبل اصلا ما شاء الله. نفس المثال ده هو بالظبط الرياكتنت مولكيولز. الرياكتنت مولكيولز مش كلهم ليهم نفس السرعة، مش كلهم عندهم نفس الانرجي، في بعضهم عندهم انرجي كبيرة، في بعضهم عندهم انرجي قليلة. اللي عندهم الانرجي الكبيرة دي لا، او حتى اللي هي يدوبك تكفي ان هو يطلع قمة الجبل دي، هو دي الملكيولز اللي هتكون الترانزيشن ستيت، وهم دول الملكيولز اللي هتديني في الاخر برودكت. طب افترضي عندي ملكيولز تانية نشطة جدا لدرجة ان الطاقة بتاعتها اعلى بكتير من الطاقة بتاعت الترانزيشن ستيت دي، هتكون برودكت ولا ترجع مكانها هتقولك ده الطاقة كبيرة قوي؟ قال لك طبعا بسهولة، بسهولة جدا. يبقى اذا الترانزيشن ستيت عشان اوصل لها محتاجة اقل قدر من الطاقة، اقل قدر معناه ان اللي عنده الطاقة الصغننة الاقل قدر ده، او اللي حتى اللي عنده اكتر بسهولة هيقدر يطلع للقمة بتاعت المنحنى دي المطلوبة، وبالتالي هو ده اللي هيكونوا لي البرودكت. المولكيولز اللي طاقتها اقل من القيمة اللي هي من القمة دي، طاقتها مش هتيجي، مش هتوصل لفوق، للأسف مش هيكون البرودكت وهيفضل زي ما هو في حالة الايه رياكتنت. تمام؟ يبقى من هنا أرهينيس بدأ يحط المبادئ اللي بنى عليها الثيوري بتاعته. أول جملة مكتوبة عندك هي الشرح اللي أنا لسه قايلاه بتاع التعريف الثاني لأكتيفيشن اوف انرجي. Energy of activation is the difference between the energy of transition state، وبين قوسين كده هنديها اسم تاني عشان لسه هيقولها أرهينيس يفسرها، activated molecules and the energy of reactants. يبقى دي التعريف التاني للانرجي اوف اكتيفيشن والاثنين صح. طيب تعالوا بقى نشرح يعني ايه اكتيفيتد مولكيولز، الكلمه اللي انا كاتبها لكم بالاصفر دي. أرهينيس وضح وقال ايه، نقرا كلامه ونشرحه. أرهينيس suggested that in any reaction there are some molecules called activated molecules and these molecules only could take part in the reaction. ده الكلام اللي شرحته لكم وانا كنت بعرض الرسم البياني، قلت لكم انه أرهينيس قال ووضح انه في اي رياكشن بعض المولكيولز وسماهم اكتيفيتد مولكيولز، يعني جزيئات نشطه. ايه هم؟ مين هم النشطه دول؟ اللي هم عندهم الاقل قدر من الطاقه، هم دول المولكيولز بس اللي هيقدروا يعملوا التفاعل. طب واللي عندهم طاقه اقل بقى؟ للاسف مش هيقدروا يطلعوا المنحنى بتاع الانرجي بارير ده، مش هيقدروا يجتازوه، وبالتالي مش هيدوني البرودكت.